وخاصة أنا عايز أبارك لحضرتك العضوية في مجلس القومي لحقوق الإنسان. شكرا لله، يبقى لحضرتك دور كتير كبير جدا جدا في دي ثقة غالية للدولة ومن سيادة الرئيس. أنا أعتقد أنه هنبذل قصارى جهدنا لأنه ده ملف مهم برضه، طبعا من الملفات المهمة اللي احنا لازم نشتغل عليها الوقت الجاي. لأن برضو خلينا نتكلم بوضوح وبصراحة، كتير قوي تم توظيف عنوان حقوق الإنسان، طبعا تم توظيفه سياسيا كتير، فبالتالي رغم أنه الدولة المصرية مهتمية بيه، وعشان كده الدولة اهتمت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم تدشينها قريبا وبحضور سيادة الرئيس. أنا أعتقد الخطوات دي خطوات مهمة جدا في بناء الوعي، وفكرة أن أنت بتكسر كل الصور والأشكال التقليدية اللي هي توارثناها. مرة تانية، وأنا شايف حاجة مهمة جدا، أن احنا نربط مسألة حقوق الإنسان بكرامة الإنسان. بالضبط. ونيجي نتكلم بقى عن حياة كريمة ولقد كرمنا بني آدم، يبقى لازم نتكلم عن هذا الأمر ونعيد. أنا شايف أن احنا من حقنا كمصريين أن احنا نعمل إضافات في مواثيق حقوق الإنسان، عشان تبقى المواثيق دي بتراعي بيئتنا وبتراعي ظروفنا. احنا بنقر كل المواثيق الدولية، لكن في نفس الوقت احنا الشرق وإفريقيا من حقها تضع بعض اللمسات على منظومات حقوق الإنسان، عشان تبقى منظومات تشمل كل الإنسانية وتتناسب كمان مع حقوق حقيقية احنا محتاجينها. واحنا حقوق واجبات. بالضبط، اللي هو التوازن ده.